الطرقات المقفله، انتريال سيارات اللي بنظمها لاتسائل نادي لبنان للسيارات والسياحه من زمان، وهو حاضن هيدي الرياضه ومتبنيها. عبد الفاني عم ياخذ الانطلاء لرالي الارز، اكيد يلي رح يكون نهار الاحد فيه بس على الاو تي في لايف اربع مرات ابتداء من الساعه 8 الصبح من امام اوتيل سكروز. عم شوف عبد الفاني عم تاخر شوي من الانطلاء. Thank you.